بصوتي وما خوفني الموت وانا اتعنى الموت ولو بكشا جوريك الدنيا حرق بصوتي ما خوفني الموت وانا اتعنى الموت من الزق نطق بركان من نار من نزع النخل للزلم طشار من نزق نطق بركان من نار من نزع النخل للزلم طشار البصلة تقول ودوني للأنبار البصلة تقول ودوني للأنبار نخلي حروج الطق روجة ونخلي حروج الطق روجة النار لو صار الانزام الظلم سكاره صلاح الدين متحزمه ويا العماره صلاح الدين متحزمه ويا العماره نخلي حروج الطق روجه ونخلي حروج الطق روجه الموصل ودوني حزم مخذوني الموصل ودوني حزم مخذوني الحق دفوني حزم ودوني من شاجور يحتز الجو من شاجور يحتز الجو أو من شاجور يحتز الجو من شاجور يحتز الجو عايل لو تدن دوسان جلينا عايل لو تدن دوسان جلينا هدينا ونطبع العايل نفوت زلم مسبح ما نعرف شن الموت هدينا ونطبع العايل نفوت ما نعرف شن الموت احل غيرة ونصيح بعالي الصوت احل غيرة ونصيح بعالي الصوت نخلي حروج الطق روجة ونخلي حروج الطق روجة الآن فتحنا هذا الساتر يتوجه إلى محاور الموصل إن شاء الله متصلين على داعش بحق محمد والي محمد أحنا متوجهين إلى تحرير الموصل وهاي الساعة إن شاء الله نقوم بحررها المنطقة بأسرع وقت ترجع العوائل إلى ديارها72 لواء 72 فرق الخمسة عشر بدأت اليوم عمليات تحرير نينوى وهذه قرية الحاج علي ابتداء إذا مخمور والموصل وإن شاء الله نتقدم القوات متهيئة وجاهزين للقتال إن شاء الله خطوة بعد خطوة إلى الموصل إن شاء الله ترجع للنيفل
نفس البين يعين قديما نكسر لجنا شسلام زلم الهار تلاوي الدنيا ولد لزمه تتباغى